الآن نبدأ في القسم الثاني. القسم الثاني قلنا ما هو؟ أول قسم قالوا المسائل الأربع من الكتاب. القسم الثاني، الله يفتح عليك، لا، القسم الثاني أنواع التوحيد الثلاثة. المسائل الثلاثة، هذه هي المسائل الثلاثة غير الأصول الثلاثة. الأصول الثلاثة أسئلة القبر، هنا المسائل الثلاثة. المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالربوبية وبالأسماء والصفات، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة بالألوهية، لا يعبد إلا الله، أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، نبي ولي جني صالح ملك. طيب المسألة الثالثة وسطية التعامل مع غير المسلمين، كيف يتعامل المسلم مع اليهودي مع النصراني مع المجوسي مع الملحد. انقسم الناس في التعامل مع غير المسلمين إلى طرفين ووسط. قسم يتعدى الكفار بالقتل والسب وأخذ الأموال لا يفي لهم بالعهود، وقسم يختلط بالكفار حتى تظن أنه واحد منهم في أعياد في احتفالات في طقوس في لباس، وقسم يتوسط وهم أهل السنة والجماعة، سأل الله يجعلني وياكم منهم، لا إفراط ولا تفريط، نفي لهم بالعهود، لا نتعدى لهم لا بالقتل ولا بالسب ولا بأخذ الأموال، ومع هذا لا يمكن أن أشارك الكافر في أعياده في احتفالاته في طقوسه في لباسه، أبيع وأشتري نعم، أدعو إلى الله نعم واجب من واجباتي أن أدعو الكافر أنصح له، المسلم ناصح لا يغش الكافر، لا يقول له أنت إذا بقيت على ما أنت عليه أنت ما شاء الله في سعادة وفي رخاء، ويقول له سنة سعيدة، ما يمكن، ما يمكن المسلم يقول الكافر سنة سعيدة، إذا قال له سنة سعيدة كأنه يقول له اسعد في هذه السنة بالكفر بالله، لا، يقول هذه السنة هي تعيسة عليك، أنا أخاف عليك من النار. فبهذا نتوسط، لابد أننا نفرق بين المسلم وغير المسلم، كما أننا نفرق الآن. هل هناك فرق بين اليهودي والنصراني؟ نعم، في الاعتقاد نعم، في اللباس نعم، في الدعاء في العبادة نعم. طالما نفرق بين اليهود والنصران، لماذا المسلم لا نستطيع أن نفرق بينه وبين اليهود والنصران؟ لابد أن نفرق. ليس معنى هذا أننا نتعدى عليهم بالقتل، وليس معنى هذا أننا نشارك هؤلاء في أعيادهم واحتفالاتهم، نتوسط كما توسط النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم، تكلمنا عن القسم الثاني. الله يفتح عليك، يقول تكلمنا عن القسم الثاني، ما شاء الله الآن بدأ النشاط. نعم، القسم الثاني. القسم الثاني ما هو؟ أنواع التوحيد الثلاثة. وقلنا أن المسألة الأولى فيها إفراد الله سبحانه بالربوبية بالأسماء والصفات، المسألة الثانية فيها إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا يعبد إلا الله. المسألة الثالثة وسطية التعامل، ولابد أن نميز بين اليهودي والنصراني والمسلم. المسلم لابد يتميز، لكن هذا التميز لابد أن يكون بالوسطية. الوسطية لا يمكن أن تأتي إلا بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو القسم الثاني، المسائل الثلاثة، أنواع التوحيد الثلاثة لا إشكال. نعم، والله أعلم. القسم الثالث ما هو؟ القسم الثالث يا أخي أنت ولا هو؟ تعرف؟ أنت من أنا؟ نعم، من هذا الكتاب. تعرف لماذا ندرس التوحيد؟ نعم، لماذا ندرس التوحيد؟ مهم جدا. الآن لو معك جوال أعطيني هو، أعطيني، ما عليك لا تخاف، أرجع بإذن الله. فهذا الجوال الجهاز جهاز متطور متقدم آيفون، أنا أفتح هذه الماء الآن ما عليه وأصبها كذا وأشرب، هذا لا يستطيع يتحمل، يرى هذا الموقف يسحب من الجهاز، صحيح أو لا؟ صح؟ لماذا؟ يقول لماذا أنت تشرب في هذا الجهاز؟ هذا الجهاز صنع لشرب الماء؟ لا. صنع أدق به؟ لا.
هذا صنع للاتصال. طيب، والذي يصنع غير هذا يشرب بالجهاز، ما نقول عنه مجنون صح أو سفيه؟ يجب أن نحجر عليه، يعني نأخذ من الجوال وقل امشي عند السلطان، هو يحاسبك صحيح؟ طيب، أنت خلقت لماذا؟ لتلعب؟ لتأكل؟ لتشرب؟ لتنام؟ إذا خلقت لغاية وهي العبادة. إذا اشتغلت في هذه الدنيا بغير العبادة أنت مجنون، مثل الذي يأخذ الجوال ويصب على الماء ويشرب. ولهذا إذا اشتغلنا في هذه الدنيا بعبادة الله والله نسعد. ولهذا الكل منا يتمنى أن يأتي شهر رمضان. لماذا؟ لأن تعمل في رمضان ما لا تعمل في غير من الأشهر، مع أن في رمضان أكل قليل ونوم قليل وعمل كثير وصيام وقيام وقراءة قرآن ودعاء، صحيح؟ لماذا ترتاح في رمضان؟ لأنك تسخر هذا البدن فيما خلق له، ترتاح. ومجرد انتهى رمضان ممكن تتعب. ولهذا بفضل الله لا تسبع أن أحد من أهل الإسلام دخل إلى المسجد الحرام، مسجد نبوي، أي مسجد من المساجد وانتحر، ما تسبع إلا نادر، والنادر لا حكم له. لكن تسمع ملايين الأشخاص ينتحروا أين؟ في الملاهي والمراقص والأماكن يدعي فيها هؤلاء أنها أماكن للراحة. حتى أن بعض الدول عندكم عرفت بسياحة الانتحار، اجتمع الاتحاد الأوروبي ومنعوا هذه الدولة من السياحة، قالوا ممنوع فقط الانتحار من كان من هذه الدولة. نعم، وعرفت بعض الدول الغنية في أوروبا بماذا؟ بكثرة الانتحار. لماذا؟ لأنه سخر هذا البدن في غير ما خلق له. إذن خلقت لغاية وهي التوحيد، إذا اشتغلت بهذه الغاية والله سعدت. شيخ الإسلام رحمه الله أدخله السجن ظلما، تخيل أن أنت شيخ إسلام وأدخلوك السجن وأردت أن تكتب من السجن رسالة لأمك، إيش تكتب؟ تقول ظلموني حكام كذا كذا، صح؟ وأنا شيخ إسلام. هذا من السجن يكتب رسالة لأمه، كتب في أول رسالة بعد البسملة والحمدلله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما بعد، فما زلنا في ازدياد، وما زالت نعم الله تتوالى علينا نعمة بعد أخرى، وقد فتح الله علينا بفتوحات، ولولا ما تعلمي ما نحن فيه لأتينا إليك ولو على الطير، وسلمي على القريب والبعيد والصغير والكبير. هذا أين؟ في السجن. لو خرج إيش يقول؟ أراد أن يكتب رسالة لإخوانه، يعني لطلابه من السجن، كتب في أول الرسالة: وأما بنعمة ربك فحدث. هو قال رحمه الله، قال المسجون من سجن عن ربه. عرفت من المسجون؟ من سجن عن ربه، يعني لا أعرف التوحيد والله أعلم. نعم، بعد هذا نتكلم عن الأصول الثلاثة. أول سؤال تسأل عنه في قبرك: من ربك؟ من ربك؟ بماذا تجيب؟ لابد تتعلم الآن هنا الإجابة، تقول: ربي الله الذي رباني، أي خلقني ورزقني. هذه تربية للظاهر للبدن، وتربية للباطن بأن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وأرسل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. تربية إذن للظاهر وللباطن، وهو ربي وهو معبودي. لماذا أعبد الله؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لابد أن يعبد، ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. كل عبادة تصرف لغير الله هذا شرك أكبر. لو مرة واحدة في حياتي سجد لغير الله، ركع لغير الله، طاف حول القبور، شرك أكبر، مخلد خلود أبدي في النار إلا أن يتوب إذا مات عليه. إذن هل معنى هذا أننا نكفر الناس؟ لا، نحن بهذه الدراسة نريد نحذر ونحذر من الشرك. أما الحكم على أشخاص فلان كافر، فلان مبتدع، فلان ضال، هذا ليس لنا كبار العلماء قضاة الشرعين،
أنا واجب الآن أن أتعلم، أحذر من الشرك وأحذر منه. فكل عبادة تصرف لغير الله فهي شرك أكبر مخرج من الملة، إذا مات عليه فهو مخلد خلود أبدي في النار والله أعلم. الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله قلنا الشرك أكبر. الثاني دعاء المسألة، دعاء الطلب، أقول للشيخ أعطني كاسة ماء، قارورة ماء، هذا دعاء طلب. هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين، فيما لا يقدر عليه إلا الله صرفه لغير الله شرك أكبر. يأتي لقبر إنسان ويطلب منه الولد، إنزال الغيث، هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت، شرك أكبر. أما أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه هذا يصح بشروط أربعة: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، أن يكون الطلب من حاضر لا من غائب، يعني هذا في هولندا ينادي الولي الذي في الهند، لا يمكن. الثالث أن يكون الطلب من قادر لا من عاجز، يعني أنا أطلب كاسة ماء من إنسان مشلول لا يتحرك، لا يمكن. الرابع أنا أعتقد أن هذا سبب لا يضر ولا ينفع، وأن الذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. توفرت هذه الشروط الأربعة يصح أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه، وإلا كان هذا شركا. مثل الدعاء الاستعانة، أنا أقول للشيخ أعني في حمل هذا الدولاب في هذا الكرسي، يصح أو لا؟ ننظر، توفرت هذه الشروط الأربعة يصح وإلا فلا. فلان غرق الآن في البحر هنا وينادي هذا يقول يا فلان أغيثني، يصح؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. هذا الأستاذ يريد أن يقبل في الجامعة وجاء للشيخ قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الجامعة، هذه الشروط الأربعة وجدت، يصح هذا وإلا كانت شركة والله. أخذنا في الدرس الماضي أقسام الدعاء. نعم، أقسام الدعاء ينقسم الدعاء لقسمين. نعم. الأول دعاء عبادة صرف لغير الله شرك أكبر، صلى صام حج لغير الله. الثاني دعاء مسألة، دعاء طلب، وهذا ينقسم إلى قسمين: فيما لا يقدر عليه إلا الله صرف لغير الله شرك أكبر، وفيما يقدر على المخلوق قلنا يصح بكم شرط؟ بشروط أربع: أن يكون الطلب من حي لا من ميت، من حاضر لا من غائب، قادر لا من عاجز. سبب: ما لو اعتقد أن لهذا تصرف خفي في الكون أو بيده جلب المنافع ودفع المضار. تمام. مثل الدعاء الاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والشفاعة، يصح أن تطلب من المخلوق فيما يقدر عليه بهذه الشروط الأربع. اختل شرط من هذه الشروط الأربع انتقل هذا من الجواز إلى الشرك والله أعلم. الخوف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول خوف عبادة وتعظيم، نخاف من الله لنعبد الله، الخوف عبادة، ونخاف من الله لنعظم الله، ولا يمكن أن نخاف من سوى الله كخوفنا من الله كما نخاف من الجن مثلا أو من أصحاب القبور، شرك أكبر. هذا الأول، خوف يجب أن يصرف لله صرف لغير الله شرك أكبر. الثاني خوف طبيعي جبلي لا يلام عليه الإنسان، يخاف من النار، يخاف من اللصوص، يخاف من قطاع الطريق، فخرج منها خائفا يترقب، لا إشكال. الثالث خوف محرم، وهو الخوف المؤدي إلى القنوط من رحمة الله أو طاعة المخلوق في معصية الخالق. كلنا يذنب فهذا أذنب ويخاف يستغفر، يقول هذا خوف محرم. والد هذا قال اليوم ما تصلي مع الجماعة، يقول لا طاعة، ما أخاف منك، هذا الخوف، هذا خوف محرم، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذن هذا الخوف ثلاثة أقسام. كذلك أيضا الذبح ثلاثة أقسام: ذبح لله هادي أضاحي عقيقة صدقات، ذبح لغير الله محبة وتعظيمة، يذبح للجن لأصحاب القبور شرك أكبر. الثالث ذبح جائز، يذبح حتى يأكل، يذبح لأنه جزار يبيع اللحوم. بعد هذا التوكل. ما هو التوكل؟ التوكل هو صدق الاعتماد على الله مع الثقة به والأخذ بالأسباب المشروعة. إذن لابد في التوكل من ثلاثة أشياء: هذا الشيخ أراد أن يحفظ القرآن وقال أنا متوكل على الله، نسأله.
هل أنت صادق؟ قال نعم صادق، لا أكذب في هذا، في اعتمادي على الله لا على غير الله. هل أنت واثق؟ قال واثق 100%، لا أشك طرفة عين أن الله سبحانه وتعالى ميسر لي حفظ القرآن. هل تأخذ بالأسباب؟ قال ماذا؟ قال تراجع يوميا؟ قال نعم. لديك شيخ تعرف عليه؟ قال نعم. إذن هذا معناه أنه متوكل. ولو جاءنا آخر قال أنا متوكل على الله في حفظ القرآن وينام ولا يراجع، نقول أنت متواكل. إذن لابد في التوكل من صدق وثقة وأخذ بالأسباب والله أعلم. الناس انقسموا في الاعتقاد في الأسباب إلى ثلاثة أقسام: صحيح وشرك أكبر وشرك أصغر. الصحيح الأول هو أن يعتقد ويجعل ما جعل الله سبحانه وتعالى سبب سببا. الله سبحانه وتعالى جعل لنا أسباب حسية كالدواء وشرعية رقية شرعية. هذا الأخ لديه ألم في بطنه فأخذ يقرأ على بطن الفاتحة، سبب أو لا؟ سبب شرعي رقية شرعية. وهذا الأخ أخذ شيء من النعناع، شيء من الأعشاب، وضع عليه شيء من الماء الحار وشرب، سبب؟ سبب. أو أخذ دواء مثلا وشرب، سبب محسوس.